السلام عليكم. يبدو أن الولايات المتحدة لجأت إلى الورقة الاقتصادية مع احتدام الصراع بين إيران ومحور المقاومة من جهة في العراق والمنطقة من جهة أخرى، وبين أمريكا وإسرائيل من جهة أخرى. هذا التفسير المتداول الذي تبع ما حصل يوم أمس من إصدار وزارة الخزانة الأمريكية قائمة عقوبات جديدة طالت شخصيات عراقية وشركات أبرزها شركة الطيران العراقية فلاي بغداد بتهمة التعاون مع الحرس الثوري الإيراني وتسهيل عمليات نقل أسلحة وصواريخ ومقاتلين وتهريب أموال، كما أثار توقيت هذه الخطوة أيضا تساؤلا عن ماذا إذا كان انذار مبكر بوضع الورقة الاقتصادية حجر عثرة أمام المفاوضات التي تعتزم الحكومة العراقية الدخول بها مع واشنطن للبدء بإنهاء وجود التحالف الدولي. السفيرة الأمريكية بالعراق أكدت أن هذا التحرك دليل على عزم بلادها التصدي لتهديدات الحرس الثوري الإيراني وشبكته في العراق كما وصفتها، واعتبرت ما تقوم به شركة فلاي بغداد انتهاك صارخ للسيادة العراقية. ضحك هذا التصريح. بينما تناست كل ما تقوم به دولتها من التدخل في شؤون الدول على مستوى العالم والهجوم عليها واحتلالها ومحاصرتها ودمار الدول بالكامل. في وقت طالبت شركة فلاي بغداد بتقديم دليل مادي لإدانتها وإدارتها، مؤكدة عزمها اللجوء إلى الطريق القانوني للمطالبة بالتعويض. فماذا لو لم تستطع واشنطن تقديم أدلتها؟ وماذا لو قدمتها؟ وما هو موقف وزارة النقل وسلطة الطيران المدني؟ أما الشخصيات التي صدرت بحق هذه العقوبات فقد تبادلوا التهاني بمناسبة ذلك. أرحب بكم مشاهدينا الكرام وأرحب بضيوفي الأستاذ كامل الكناني الباحث والإعلامي والدكتور مصطفى حنتوش الخبير الاقتصادي، ومن واشنطن دكتور أشلي أنصارة مؤسس الجمعية الأمريكية للشرق الأوسط للشؤون الديمقراطية. حياكم الله ضيوف الأكارم، أهلا وسهلا بكم وحياك الله أستاذ كامل. مرحبا بك، حياك الله وحيا ضيوفك الكرام. هاي دفعة من العقوبات اللي تفرضها واشنطن على بعض الشخصيات، أولا خلينا نتناول على بعض الشخصيات اللي شنو تأثيرها على الشخصيات وشون تقراها هذه العقوبات. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا مشاهديك الكرام وكادر البرنامج والضيوف الأعزاء. بالحقيقة أولا يعني الموضوع واضح جدا، لا علاقة له بالعقوبات الدولية ولا علاقة له بالعقوبات وفق القوانين المرعية لا في العراق ولا في المنطقة ولا في العالم. العقوبات أمريكية خالصة وهي رأي أمريكي تدخل السياسة به عامل وعنصر أساسي وتستهدف به القوى المعارضة للسياسة الأمريكية بالمنطقة يعني زيادة الضغوط على هذه القوى وهذه الدول لتمرير السياسة الأمريكية. أنا ما يعني أدخل بالجانب الاقتصادي، الأخ الأستاذ مصطفى موجود، بس أقول من الناحية الواقعية العقوبات الأمريكية مؤثرة لأن بعض الدول ومنها العراق لا زالت مرتبطة بشكل وبآخر بإجراءات وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكية، يعني اقتصادها لا زال متأثرا بالموقف الأصلي للاحتلال الأمريكي حينما جاءت القوات الأمريكية وأسقطت النظام وشكلت هذا النظام الجديد. لا زالت تبعات وضع الاحتلال لا زالت مؤثرة، ولا نستطيع أن نتحرر من تأثير هذه العقوبات وهذه القرارات المزاجية والآنية والسياسية وغير القانونية إلا إذا بنينا اقتصادنا على أسس متحررة أو على الأقل غير متأثرة بالقرارات الأمريكية. إذا نحن أمام مشكلة غير قانونية، إجراء غير قانوني، ومن الناحية الواقعية سيؤثر على بعض الشركات بسبب أن مثلا شركات الطيران حجوزاتها وحقوقها المالية تتحول من بنك إلى بنك، من دولة إلى دولة، فكثير من دول المنطقة تخضع للعقوبات الأمريكية وبالتالي تتعطل أعمال هذه الشركة. أعتقد بالنسبة على مستوى الأشخاص، أعتقد بالنسبة للشخصيات غير مؤثرة لأنه الشخصيات اللي تستهدف أمريكا هي أصلا شخصيات معارضة للدور الأمريكي ولا علاقة لها بالمصارف والبنوك الأمريكية، وهم ليس من الأغنياء الذين يودعون أموالهم ببنوك عالمية، يعني أكثرهم من الناس المجاهدين من
شخصيات الحركة الإسلامية وشخصيات الوطنية في العراق، فأعتقد التأثير قليل، ولكن اعتبارا أمريكا تقدم دليل جديد على أنها الدولة المتغطرسة، الدولة الظالمة، الدولة التي تعاقب من تريد وتحكم على من تريد بدون وجه حق. وحتى لو كان وجه حق في أحقية أي مواطن بالخصومة مع أمريكا، مثل أي مواطن الآن أمريكي بدولة أمريكا يعارض حكومته وينتقد سياستها ويعترض عليها، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعاقبه ولا يعني لو تفترض تطينه هذا الحق اللي تطيه لكل مواطن أن يعارضها، ولكن هذا يثبت أكاذيبها المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. بس هو لا، هو الاتهام لهؤلاء مو فقط معارضة، لا استهداف، يعني استهداف الامريكان. يعني مثلا حسين مونس يعني شال صواريخ وضرب بها مثلا، حسين يعني مونس عضو بالبرلمان، عضو بالبرلمان، شخصيه معروفه من الناحيه الاجتماعيه، مستواها من المادي هم رجل معروف، رجل فقير لا عنده شركات ولا عنده شيء يعني. ثم حتى قرار العقوبه الشركات انها تنقل اسلحه وتنقل كذا، هي اكو شركه بالعالم تتحرك خارج سلطات المطارات؟ يعني هو اكو مطار يسمح بمرور صواريخ وأسلحة يصعدونها بالطيارة وينزلونها من الطيارة؟ وين هذا يا مطار؟ خب ليش ما يعاقبون المطار؟ خب ليش يعاقبون الشركة؟ إذا أكو مطار يحمل صواريخ بالطيارات اللي تبعد به. يعني الموضوع أنا أعتقد هزيل وضعيف ولا يرقى إلى مستوى الذي نسمعه عن أمريكا أم الديمقراطية أم القوانين أم المؤسسات. المؤسسات والقوانين وحقوق الإنسان والديمقراطيات شعارات جميلة، ولكن بالسياسة الواقعية لا يوجد. تمام. أستاذ مصطفى، شنو تأثير هذا الموضوع اقتصاديا على الأقل على الشركات اللي طبعا شركتين الآن، يمكن لأول مرة تفرض على شركات؟ لا، كانت تفرض على المصارف ضرب 20 مصرف تقريبا، هسه شركات خارج النظام المصرفي، شركات واحدة طيران واحدة سياحة ضابطة إلى شخصية. احنا سابقا فرضين على شخصيات معلومة، يعني بداية رح حضرتك ورحب بضيفكم الكرام مشاهدي قناتكم الأعزاء. احنا بالاقتصاد نتعامل مع امريكا بشكل اخر، لان احنا اكثر تماس مع واقع الامريكان بالنسبه للوضع المالي العراقي. زين. امريكا استحصلت سنه 2008 ذهب كتاب العراق، قرار جمعيه الامم المتحده رقم 1956 بان يكون اموال العراق الخارجيه من مبيعات النفط ومن غيرها من الايرادات تحت سيطره الفدرالي الامريكي والخزانه الامريكيه. زين. وتتعاون مع البنك المركزي العراقي بهذا، بهذا نحن تحت الوصايه الامريكيه الماليه. اي امريكا ليست لحد هذه اللحظه؟ نعم لحد هذه اللحظه. تسالني سؤال دائما، يعني والله ما حد يسئله لي، ما اعرف ليش، شلون نطلع من عندها؟ دائما احنا نقول يابا امريكا احنا تحت الوصايه بشان هذا الموضوع، بس ما حد يقول شلون نطلع منها. زين. هسه هو جزء من موضوعنا. هسه خليني بالتاثير حتى ارجع لك مره ثانيه. لا بس اجاوب شلون نطلع منها. كيف نطلع من عندها؟ انا راح اسالك. التاثير. كيف نطلع من عندها؟ القرار الامريكي ملزم وبات بالنسبه لنا. كيف هو مؤثر على الاشخاص وعلى الشركات اللي موجوده، وباي طريقه اتخذ هذا القرار؟ طريقه انه امريكا هي الوصي على القدرات الماليه العراقيه. فأي قرار تتخذ أمريكا بشأن الوضع المالي لأي شركة ما تمنعك من الطيران. زين. لأن اللي يمنعك من الطيران هي الإلياتة، اللي هي منظمة الخاصة بالطيران العالمي. تمام. هاي المنظمة طلعتنا من الاتحاد الأوروبي، طلعتنا من العالمي، خلتنا بس على مستوى المنطقة، هذا بحث آخر، هذا ما ملتزمين احنا بالمطارات وغيرها. هاي الإلياتة بس ما منعتنا نهائيا من الطيران. زين. شو وقت تمنعنا من الإلياتة تصدر مثلا على شركة فلاي بغداد على لا سامح الله على الخطوط الجوية العراقية، صدر امر يمنع من الطيران؟ اذا هي ليست ممنوعه من الطيران بالنسبه لشركه الطيران. حساباتها نعم انتهت حساباتها. شلون يعني؟ اي حساب مفتوح في مصرف عراقي او اجنبي في المنطقه الان هذا مفتوح لهذه الشركه، هذا الحساب تحت التقييد اصبح بالدولار، بالدولار بالعمله اخرى، كل عملات. شنو القصه؟ او سلطه الامريكان على دولارهم؟ لا، سلطه الامريكان على نظامنا المالي كله بالكامل. بالكامل نعم. اي حساب، بس اضرب لك مثل. امريكا مثلا تفرض عقوبات على اي شخص يمتلك اي حساب، نظامنا لازم يجمد الحساب والا نتعرض الى عقوبات الفدرالي. فبالنتيجه اي حساب مفتوح الان تم تجميده. ما ممكن يسحب منه او الايداع من عنده. فبالتالي الشركه هل منعت من الطيران؟ لا. شركه السياحه هل منعت من ممارسه نشاطها؟ لا، لان مو اختصاص الامريكان هذا. اختصاص المنظمه العالميه. هسه الطيران هذا شيء اخر. نعم. بس هو اول ليش هو يعني يطير؟ لانه حتى يجني اموال. ليش يسوي رحلات؟ حتى يجني اموال. راح الاموال راح الاموال راح ترجع الى حسابات البنوك، بحسابات راح تكون مقيده، فبالتالي ما بفايده يطير. الا يلقى له منفذ اخر. هسه حاليا قد يستخدم نظريه الاستلام المباشر، يبيع تكتات مباشره،
من دون حسابات بنكية بعدها هو الشركة تلقى طريقة. زين زين، هذا بالنسبة على الشركات. بالنسبة على البنوك اللي فرضتها سابقا الموضوع مختلف كان. البنوك ما أمريكا جت فرضت عليها عقوبات يعني أنهت يعني عقوبات كاملة، لا فرضت على تقييد الدولار فقط على اعتبار أنه هم شافوا، لأن هي مو البنوك واقعا، شوف خل يفهمها المواطن، هي مو البنوك، هو يجي صاحب أموال للبنك خوش حتشي يقولهم يا بابا أنا عندي فلوس أريد أحولها، التحويل يذهب إلى دول معاقبة، لا التحويل يذهب إلى دول أخرى. أمريكا تتبع هاي الحوالات، خلنا ننتبه، أمريكا تتبع يعني الحوالة رسمية من البنك، هاي الحوالة والله ما تذهب مثلا إلى الإمارات، تذهب إلى إيران، تذهب عفوا إلى دولة، بعدين ترجع تروح إلى مثلا إيران، ترجع تروح مثلا إلى دولة معاقة بالنسبة لأمريكا. أمريكا شافت هذا الموقف بعدة حوالات من عدة بنوك، ماكو غطاء للأسف. البنك المركزي العراقي للأسف، على فكرة أكو دول بالمنطقة كثيرة وتسوي اكثر من عنده مع ايران وغيرها من الدول فوش حكي، لكن غطاء البنك المركزي مالتها ودولتها ما خلى الامريكان تبطش بيهم. احنا رفع ايد البنك المركزي قال مو احنا عادي، بطش بيهم الفدرالي، بطش ولكو 20 مصرف اجيب لي دوله بالعالم الفدرالي قعد منها 20 مصرف قالها ممنوع تعاملين بالدولار، ماكو هيك حكي الا احنا شايلين ايدينا ومستسلمين على خير. فبالنتيجه هذه الاجراءات خطره على شركاتنا، خطره على قطاعنا الخاص، اللي يعتقد ان هذا الموضوع صحيح وما ادري شنو دول ابو خوش اوادم، هذا الحكي ما ينطبق على ارض الواقع. هسه باقيه الفلوس ما باقيه، هذا مو شغلي، شغلي اكو استثمار على الارض. الاستثمار قعد زين، من الاستثمار قعد ايش راح يصير؟ شوف استاذ محمد راح اقول في الشغله خلي يفهمني المواطن الكريم، لما فقدنا الصناعه والزراعه راحت الصناعه الى دول في المنطقه تركيا وايران ما بيش زين. لما الان البنك المركزي العراقي دي يفقد القدرات المصرفيه لمصارفنا، انا بصم لك عليها راح تاخذها الاردن والامارات. هسه حاليا اقوى مصارف هي التابعه للمستثمرين اردنيين واماراتيين، علما ان قانون الشركات يمنع انهم يصيرون اصحاب رؤوس اموال، لكنهم البنك المركزي مستثنيهم. زين. لما راح نفقد قطاع الطيران راح تاخذ دول المنطقه اللي هي مثلا الامارات وغيرها عندها طيران تركيا، وراح تقعد شركاتنا ونقعد شبابنا لا شغل ولا عمل. فهذا الموضوع هسه تقول لي امريكا تعاقب، امريكا ما ادري شنو، قد يكون اكو سبب، احنا لازم نحمي قطاعنا الخاص. تمام تمام. سيد اشلي مرحبا بك حياك الله. يعني الاشخاص اللي عاقبتهم الولايات المتحده الامريكيه ولا مهتمين ولا لهم علاقه ولا عندهم مشكله، واحد يتبادلون التهاني الان بيناتهم ويعتبرون العداء مع امريكا هو شرف ووسام لهم، هذول ما راح يعني ما مهتمين اساسا ولا مفكرين بالموضوع. الشركات اللي عاقبتهم الولايات المتحدة الأمريكية شركتين بالعراق شركات طيران، احتجت هذه الشركات البارحة بأنه هي تطير من المطارات، فكيف ممكن أن تحمل أسلحة وتحمل أموال؟ سيد عاشلي تسمعني؟ أنا فقدتك لمدة دقيقة. أها. تفضل كمل. أنا ما سمعت سؤالي. ما هو سؤالك يعني؟ سؤالي بالنسبة للأشخاص اللي صدرت بحقهم عقوبات أمريكية ليلة أمس، ما عندهم أي مشكلة يعني، ناس يتبادلون التهاني. سؤالي عن الشركات. الشركات اللي عوقبت تقول أنها تطير من مطارات رسمية في دول رسمية، كيف لها أن تنقل أسلحة ومواد ممنوعة على سبيل المثال؟ هو سواء وزارة الخزانة الأمريكية عندها material witnesses يعني عندها تأكيد ان شركات الطيران قد تعاقدت على نقل اسلحه وخلافه واشخاص منضمين الى حزب الله او منضمين الى حماس او منضمين الى احدى الجمعيات الاخرى في العراق او ايران او لبنان او سوريا، ده بيحط الحكومه الامريكيه في موقف صعب. هم اتخذوا هذه الاجراءات، بس أنا متأكد إن في دلائل قوية عندهم تدل على إن هذه الشركات
مندمجة في ترانسبورتيشن الليجال ترانسبورتيشن مش حاجة قانونية. هو السؤال لنا سادة الأفاضل، العراق بلد فقدت السيطرة على مستقبلها، العراق محتلة احتلالا كبيرا في كل المجال. العراقيون السياسيون فقدوا وطنيتهم وإحساسهم إن هم موالين للعراق وليس موالين لحكومات أخرى أو أشخاص أخرى أو أحزاب أخرى. يعني ما قال أمريكا كدولة عظمى، أمريكا كدولة عظمى هي بتدور على مصالحها، وأيضا بتدور على إن ما فيش وطنية ووحدة وطنية موجودة في العراق، لأن ما دام العراق واقتصاد العراق مملوك بالولايات المتحدة، في هذه الحالة يعني الواحد لما ينظر إليها، الولايات المتحدة مثلا عندها بورتوريكو آيلاند تبع الولايات المتحدة الأمريكية، كل الناس في بورتوريكو عندهم السيتيزنشيب بتاع الولايات المتحدة الأمريكية ويعاملوا كسيتيزن، بس لا يدفعوا ضرائب ولا يخش الجيش الامريكاني، وبياخدوا معونه من الكونجرس الامريكي بعده بلايين، مش ملايين، بلايين دولارات كل سنه. تمام. اللي حصل في العراق هو الاوبوزيت، والشعب لابد يعرف العراق مملوكه للولايات المتحده الامريكيه واعوانها. مملوكه؟ لا بس خلينا نتوقف. سيد اشلي، يعني انا ما قاعد افهم، يعني المفروض العراق بلد ذو سياده، كيف مملوكه للولايات المتحده الامريكيه؟ هذه السياده على الورق فقط وليس في الواقع. كيف مملوكه يعني؟ مملوكه تماما، لان كل البترول اللي بيطلع تحت مسؤوليه الولايات المتحده الامريكيه، هي اللي بتوزعه وهي اللي بتحصل مبيعاته، وايضا بتقرر لوزاره الخزانه العراقيه ماذا تفعل بها. لا يتم في بغداد ولا في واشنطن دي سي. عفوا، بس ما سمعت الفقره الاخيره. ميزانيه الحكومه العراقيه وايضا اختيار رئيس الوزراء العراقي حتى بعد الانتخابات، هذا يتم في واشنطن دي سي وليس يتم في بغداد. وهذا الانتخابات والبرلمان العراقي والكتل السياسيه، كل ده كلام سليم. اعضاء من البرلمان العراقي كانوا موجودين في واشنطن دي سي في الاجتماع، وانا سمعت من هذا الاجتماع ان في ليس أقول عملاء ولكن مشجعين لوجود أمريكا في بغداد في العراق. هؤلاء العراقيين يتميزوا بقيادة كبيرة جدا ووطنية كبيرة. منو هؤلاء؟ من هؤلاء الوطنيون؟ صوتك يقطع يا سيد اشلي. وانا دائما اقول سيد العزيز، انا دائما اقول يا فندم ان الوحده الوطنيه العراقيه هي المخرج الوحيد للعراق من هذه الازمه. تمام سيد اشلي، بس فقط لا خليني اتوقف شوي. يعني ذكرت انه مجموعه من الاشخاص الوطنيين العراقيين كانوا في واشنطن وضاعت علي المعلومة، لكن اللي فهمته أنه هناك قرروا مع واشنطن أنه يكون رئيس الوزراء اسمه فلان ويختارونه. منو ذول الأشخاص الوطنيين؟ أنا لا يستطيع أن أذكرك الأسماء. لا تستطيع أن تصرح بأسمائهم؟ صحيح. لكن شملت الكل الآن أنت، يعني هذا اتهام للكل. لا أبداً، مشهور ان في ناس في بغداد بيسمعوا هذا الحديث، وناس موجودين في البرلمان يسمعوا هذا الحديث، وناس في مجلس الوزراء بيسمعوا هذا الحديث،
زين بأي حق إذا حضرتك تنظر إلى الموضوع أن العراق الآن مملوك وليس محتل، مملوك، بأي حق تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية؟ دكتور عاشلي، ما هو السؤال؟ بأي حق تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية العراق؟ صح، هذا السؤال وارد، السؤال وجيه، ولكن الحقيقة والواقع بيقول لك إن الميزانية والانتخابات وانتخابات السادة أعضاء البرلمان وأيضا انتخابات الوزراء لابد يوافق عليها من قبل الحكومة الأمريكية. يعني حتى الانتخابات، حتى الانتخابات يوافق عليها من قبل الحكومة الأمريكية؟ هذا واقع وحدة العراق. يا شباب، دكتور عاشلي، التواصل مع حضرتك شوي يعني في مجموعة من يعني مجموعة من المشكلات، مو مشكلة واحدة، خلي الشباب. الصوت غير واضح، سوري. كان غير واضح عندي، يعني تقطع. افترض ان لا يصل الى الجمهور ايضا بهذه الطريقه، حاولوا تصلحون الوضع. سمعت هذا التصريح؟ العراق مملوك. يعني اعتقد الدكتور اشلي يعيش اجواء يعني حكومه بريمر. حكومه بريمر او ما قبل حكومه بريمر، حكومه غارنر، حينما جاءت حكومه غارنر وارادت ان تشكل حكومه عراقيه يديرها مستشارون امريكيون. فهذه الصورة ربما باقية بالذهن الأستاذ عاشلي، وربما ينطلق منها لإملاء التفاصيل أنه بما أنه أمريكا هي التي تشكل الحكومة والتي يوجد مستشاروها يديرون الوزارات وتوجد يعني تبعية كاملة للإدارة العراقية للإدارة الأمريكية، فإذن هاي التفاصيل كلها المال والنفط والكذا. الواقع ينبئ غير ذلك. الواقع أن المشروع السياسي العراقي الوطني نافس القوات الأمريكية خلال فترة وجودها، ونافس المشروع الأمريكي وأفشل المشروع الأمريكي بالعراق. المشروع الأمريكي بالعراق جاء بشكل علني ورسمي وتصريحات من مجموعة صقور الجمهوريون الذين كانوا يحيطون بالرئيس بوش، قالوا أنهم يريدوا أن يقيموا ديمقراطيات ويريدوا أن يقسموا دول المنطقة وأن الأقليات يجب أن تأخذ دورها في قيادة شؤونها، وتحدثوا عن دولة درزية وكردية وشيعية وسنية لكي يبقى الكيان الصهيوني الدولة الأقوى بالمنطقة. القوى السياسية العراقية التي حضرت في المشروع السياسي العراقي دافعت عن وطنها، وأجبرت القوات الأمريكية على كتابة الدستور، أجبرت القوات الأمريكية على أن يكون كتبة الدستور شخصيات منتخبة، وهذا موثق، كان ديميلو و سيرجيو ديميلو، لا سيرجيو ديميلو القتل قبلها، ممثل الأمم المتحدة نفسه، هو هذا سيرجيو ديميلو اللي انقتل في بغداد في العراق. خلال فترة وجوده كممثل الأمم المتحدة ذهب إلى السيد السيستاني وحذرهم السيد السيستاني من كتابة دستور بالطريقة الأمريكية. بريمر كان اتفق مع فيليب حبيب وشركة أمريكية لفيليب حبيب على كتابة الدستور، واستلم وجبة من الأموال كمقدمة للدستور، ولكن السيد السيستاني حفظه الله طلب كتابة دستور بأيدي عراقية منتخبة. زين. وهذا التأكيد. إذن أصبحت هنالك الرجل يقول لك الآن سياسيا القرار بيد أمريكا، ماليا القرار بيد أمريكا، ماليا أيضا سيد مصطفى هم يقول هذا صحيح أنه الوصاية الأمريكية وما تقدر تحول كذا وكذا، خلاص. أنا ما أريد أستغرق برنامجي أرد على السيد آشلي، سيد آشلي من حقه أن يعبر عن رأيه بما يريد، هذا رأيه. زين. احنا عندنا هنا احنا اهل بلد وعندنا تصورات واقعيه عما يجري. توجد مشكله في تبعيه القرار المالي العراقي للولايات المتحده الامريكيه، صحيح. واضحه، ونحن ندعو الى تحرير البلد منها. زي. وهي واحده من مشاكل نتائج الاحتلال. نعم، يوجد عدد من العملاء يتبعون الولايات المتحده الامريكيه وهم موجودون في الكثير من الاماكن في العراق، سواء في اقليم كردستان، في البرلمان، في الاجهزه الامنيه، لا زال هنالك يعني حتى من تصريحاتهم تقدر تعرفهم. يعني زي. حينما مثلا مستشار في كذا جهة مثلا حكومية يصرح أن الهدف الذي انضرب في كردستان ليس موساد وإنما عائلة عراقية، وهو قاعد ببغداد في نفس يوم الضربة،
لا راح حقق، لا راح سأل، لا راح جاوب. واضح مش هالسمي عميل يعني؟ لا عميل الأمريكا؟ لا لا مو عميل، لا لا مو عميل، هذا هو جاي يكشف عن هوية. هاي الهوية شنو الهوية؟ انت صنفها، شو تريد تصنفها صنفها. لا انت صنفها، انا بالنسبة انت ذكرتها بالبداية. انا بالنسبة لي كامل، لا انت ذكرت بالبداية كلامك كان تحدث عن العملاء الأمريكان. بس انا خليني اتحدث لك، خليني اتحدث لك. احنا نؤمن كناس عقلاء يعني انه النملة لا تحمل حجر الى وكرها. اذا وضعت حبة حنطة وسط ألف حجرة، النملة تأتي وتأخذ هاي حبة الحنطة وتروح توديها. هذا نؤمن به. زين. نؤمن بأن العصفور إذا يريد يبني عش ما يأخذ بلاستيك يخليه بعشه، يأخذ غصن يعني. زين. ثم تأتي إلى إيران وتصورها أنها أمة غبية، النملة والعصفور أذكى منها، بحيث تودي صواريخ استراتيجية تروح تقصف عائلة. هذا أنا أدافع عن عقلي، أنا ما أريد أدافع عن إيران، أدافع عن عقلي. العقل اللي يقول لي هاي الصواريخ الاستراتيجية، شوف إيران تحصل على الصواريخ بشق الأنفس، زين. تحصل على تقنية الصواريخ بشق الأنفس بالتحايل والالتفاف وغيره، وتشتري من ثلاث دول أربع دول حتى توصل إلى هاي المنتوجات اللي تطور دقتها بالصواريخ. ثم أنت تقول لي صاروخ مدى 1320 كيلومتر، سبع صواريخ تطلقها إيران من خوزستان حتى تقتل عائلة كردية ومرة وطفل، تريدني أصدق بهذا الكلام؟ واضح جدا أن هذا العقل مشترى، واضح جدا ان هذا العقل عقل تافه. احنا خلينا نتحدث مع شعبنا بشكل صريح بشكل وطني. السياقات اللي جاية تصير سياقات غير معقولة، يعني غير واقعية، يعني لا يمكن ان نقبلها. زين انت جهازين استخباريين في المنطقة يتصارعان، وزارة الاطلاعات الإيرانية والموساد. انت تروح بنص ساعة تحل هاي الاشكالات، بس مجرد توقف وتشوف البناية وتقول لا هاي الهدف هيك، انت هاي يعني الاستشاره مالتك هي هاي، عبقريتك هي هاي، فذاذتك هي هاي. باب التحليل الامني الراد دراسات وتتعامل مع اخطر جهازين استخباريين بالمنطقة. تجي تروح لبنص ساعه انت تكتشف انه هذا المعنى هو هذا اللي يقول عنه سيد آشلي، يقول يوجد ناس مرتبطون ويوجد ناس يقررون ويوجد ناس. صحيح موجودين ذول الناس، بس انا اطمن سيد آشلي واطمن المشاهدين الكرام أن العراق بخير، أن العراق بأيدي أمينة، أن الشباب الذين يقودون البلد الآن وضعوا الوطن في حدقات أعينهم ويدافعون عنه. والولايات المتحدة الأمريكية دولة كبيرة قوية عندها مصالح تحاول تسيطر تحاول تفرض، نعم، وبهذا الطريق ندفع ثمن، يقتلون يغتالون يفشلون يحاولون يضغطون، نعم. شأن الذي يريد أن يصعد إلى القمة أن يتحمل الأذى، تمام، لن يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يرق على جوانبه الدم. زين، بأي طريقة يمكن، هسه هذا السؤال اللي تريده، بأي طريقة يمكن تحرر الأموال العراقية؟ على الأقل اسم ما أعرف، أكو فرق بين كلمة مملوك وكلمة إنه علي وصاية وكلمة كذا. أمريكا عمرها 248 سنة والعراق عمره 6000 سنة، يجي واحد عمره هل قد يملك بلد مثل العراق؟ العراق هو ملك العراقيين، ايه؟ ولا حتى ملك الدولة العراقية الحكومة، ايه؟ الدولة نعم، دولة كيان مؤسسي ما ممكن استغناء عنه. الأمريكان هم مسيطرين على الشرق الأوسط بالكامل بشأن الأموال، حتى الدول اللي مو تحت الوصاية، يعني مثلا الدول الخليج كل صناديقها السيادية تحت سيطرة أمريكا. فبالتالي هذا من خلال الحرب العالمية وفوز أمريكا، وامريكا جت محتله الخليج، فهي مسيطره بفعل قوتها. هاي هم وصايه على الخليج، على الكل، على الخليج، حتى على تركيا وايران. اها نعم، حتى على ايران. ايران ارسلتها لحجتها امريكا، شنو الصين ليش تنفذ لامريكا؟ لان امريكا متفقه العالم كل الشرق الاوسط تحت وصايتها. هسه خلينا نبيع نفط للصين، نبيع للهند، طونا يا بروبيه يوان ابد، نعطيكم دولار بالفدرالي، هم متفقين بيناتهم. زين، فبالنتيجه نخرج شلون؟ أمريكا بقرار من المتحدة قالت العراق في حالة فوضى وغسيل أموال، وما ممكن تسليمه إلى يعني الوضع العراقي، تسليم الأموال خوفا من السرقة. زين، وهذا الكلام ليس خطأ على فكرة. احنا جماعتنا ممكن يبوقون مال النبي عادي، والأمريكان ما يبوقون؟ لا، بهذا الموضوع الأمريكان ما يحتاج يبوق، يجمده ويقعد الفلوس. الأمريكان لكن نزلوا على هايتي، المارينز نزلوا على البنك المركزي في هايتي، نعم، واخذوا الاموال اللي داخل البنك المركزي بحجه انه والله هذا دين عليه. لا، باقوا بنك مركزي مالتنا، بس هذا حتى البنك المركزي مالتنا، بس هذا موضوع مختلف. زين، هذا ارصده وموجوده قرار المتحدة، فهم بحجه ان العراق اكو سراق واكو ما ادري شنو. هذا نعم صحيح، ليس بالخطا، ليش يكذب؟ طبعا. زين، هذا الكلام ايش وقت؟ في السنوات الاولى في الريع الاول. هسه احنا بها سنه، بعد مرور اكثر من 20 سنه على احتلال الامريكي. السبب اللي دخلنا
لعصمة الأمم المتحدة وخلانا تحت الوصاية ممكن هو يطلعنا غسيل أموال زائد سراق المال العام. زين احنا ستقول لي شلون نقول احنا ما عندنا غسيل أموال؟ احنا دولة براسنا حاضر. اكو ثلاث منظمات بالعالم ممكن تاخذ عندها درجة في غسيل الأموال. شوف وضعنا انا ليش انقهر. المنظمة العالمية لغسيل الأموال هاي شالت الملف سنة 2015 يمكن 16 شالت الملف مالنا كامل اللي احنا مقدمين عندها وكعضو هاي قالت تفضلوا هذا ملفكم وبعد ما نشوفكم لا تجون اصلا. يلا من يمثلهم؟ الحق ربعك. بقت الاتحاد الاوروبي المنظمه الاوروبيه لغسيل الاموال وبقت فاتف. 2018 الاتحاد الاوروبي دز على ممثلنا هذا ملفكم وبعد لا تجي اصلا. يلا زين بقت بس فاتف منظمه غسيل الاموال للشرق الاوسط وشمال افريقيا. هاي بحكم الرقعه الجغرافيه ما تقدر تطلعنا. زين شلون تطلعنا؟ فمطتنا تصنيف يسموه غامق. شنو تصنيف غامق؟ يعني شويه اكثر من ابعد من السواء. اذا احنا حسب التصنيفات العالميه ايش بيه؟ غسيل اموال عالي. تسالني اكبر منبع شنو؟ احنا نحول 60 70 مليار دولار تجي بضاعه ب 20 مليار دولار. زين تقول لي منو قال لك تجي بضاعه 20 مليون دولار؟ الجمرك والضريبه ناخذها ب 20 مليون دولار، اكو 50 تطلع ما ندري وين. هسه تدخل بضاعه بتدخل بضاعه هذا يحتاج جواب. زين فاحنا ما عندنا قوه، ادارتنا صفر. فهسه نروح نقول للامم المتحده يابا هذا قرار ايش رقم 1956 صار له 20 سنه صار له 15 سنه نريد نطلع. الامم المتحده تقول والله انتم صحيح حقكم، روحوا جيبوا لي ملفاتكم شوفوني شغلكم نظامكم المصرفي تصنيفات كم مصرف مراسل عندكم؟ صفر شيء ماكو. فبالتالي احنا فسادنا قاعدين تحت سيطره امريكا. ترى مو عبالك امريكا هي قاعدتنا لان قوه عظمى، احنا نقدر نطلع بس فسادنا بالداخل غسيل اموال كلها طلعتنا. نظام مصرفي الى اليوم ولا مصرف مراسل. هذا مصرف الرافدين والرشيد اكبر مصارف الشرق الاوسط بلاك ليست. ليش؟ زين انظمتنا المصرفيه معاييننا كاملس من الستينات والسبعينات والعالم ده يتحدث عن مودز او تباع البنك المركزي منزل تعالوا طبقوا مودز وستاندر وهذا شتى معيارك كاملس معيارك مال الستينات يدي المصرف العادي. تمام بس هذا حتى قصه انه فسادنا ما خلانا. احنا عندنا فساد وما خلانا فساد نتجاوز امريكا. بس اسمح لي احنا عندنا فساد عندنا كذا هاي الدول ما عندها فساد، دول الخليج ما بيها فساد، اصلا حتى ماكو مؤشرات للفساد. نعم. ترامب يوقف للملك سلمان يقول له يجب عليك ان تدفع انه ويرجع مره ثانيه يقول دفع، منين دفع؟ نعم. الملك سلمان من جيبه لو من الدوله؟ لا لا اكو صندوق اسمه صندوق الاستثمارات السعوديه. ايه؟ السعوديه تخلي بيه ثلث ايرادات النفط، هذا الصندوق امريكا السيطره على استثماراته. ايه؟ فبالامكان توجيه جزء من استثماراته لهذا الموضوع. دول المنطقة ترى مو مثلنا عمليات وكذب وهاي ما مستحيل يقول لك ثلث للعائلة المالكة وثلث للدولة ثلث للشعب. احنا نظريات الكذب والغيره ما قاعد تخلينا امور بهذه القضية. تمام فاستاذ محمد احنا نريد نخلص من موضوع سيطرة امريكا المباشرة على كل شيء. ما نخلص من السيطرة الكلية، امريكا تبقى مؤثرة بالمنطقة، امريكا الخليج بديها اللي هو الرقبة مالتنا. زين لازم احنا نصير براسنا حاضر نسوي معايير حقيقيه، نشتغل نقوي نظامنا المصرفي نظامنا العالمي، بطل غسيل اموال، نعرف فلوسنا منين قاعد تجي منين قاعد تروح. ذاك الوقت نطلع وانا اودي لهم مليار اذا يخافون انا اودي لهم. تمام سيد اشلي هو نفس السؤال، يعني انت لنفترض انه يمكن 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 نوع من المبالغه ان العراق مملوك لي او نوع من التوصيف يعني مجافي للحقيقه، ان العراق مملوك للولايات المتحده الامريكيه. يمكن القصه بعيده يختلفون وياك ضيوفي، لكن خلينا نقول انه العراق اكو هيمنه اكو سيطره من الامريكان لحد هذه اللحظه يتعاملون معها كدوله محتله. كيف ممكن يخرج العراق من هذا الموضوع؟ انا طبعا سمعت الحديث مع السيد الفاضل على موضوع وزاره الخزانه الامريكيه والحكومه الامريكيه وتاثيرها على الميزانيه لدولة العراق وأيضا السيطرة على دخل مبيعات النفط ومستشفيات النفط في دول العالم. سؤالك كما ذكر السيد الفاضل أن الشرق الأوسط كله تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية سواء حكومات ملكية أو حكومات جمهورية أو حكومات ديكتاتورية. في كل الأحوال كلهم تحت هذه السيطرة ولا هيمنة. وطبعا روسيا والصين
ودول الناتو مدركين هذا وعارفين هذا، ولذلك لما دخلت روسيا يوكرين على رغم كل المعونات العسكرية الأمريكية والناتو لم يستطع أحد أن يتوقف أن يوقف روسيا. روسيا كان عندها غرض ليس الاحتلال كيف ولكن لأخذ الأراضي التي عدد سكانها يتكلمون الروسية بنسبة 40%، وهذا تم ولم يخرج أي واحد ليبعد عساكره عشان يحارب الروس. وبالتالي في المنطقة العربية يعني خليني أنت يجوز ما تعرفش عن الدكتور الأنصاري، أنا كنت بشتغل في الموصل وفي جامعة بغداد في السبعينات لمكافحة بعض الأمراض الموجودة في العراق لمدة سنة كاملة، وهذا أعطاني الفرصة أن أنا أعرف الشعب العراقي القرب، وقابلت الرئيس السابق صدام حسين لأن كان في مشاكل صحية منتشرة في العراق في ذلك الوقت. للإجابة على سؤالك، الحل الوحيد الذي أعرفه إما يكون في دكتاتورية زي ما بيحصل في مصر، أو يحصل إن في وحدة وطنية كاملة غير تابعة لأي دول أخرى غريبة على المنطقة. أمين غريبة، غريبة يعني ليست في مضمون التيار العربي أو الإسلامي الموجود في العراق. الوحدة الوطنية في العراق صعبة وفي سوريا صعبة وفي لبنان صعبة. ليه؟ لأن أنت عندكم مش أجناس مختلفة، كلهم بيحبوا العراق، ولكن عندك تصورات عقلية وذهنية وإسلامية أحيانا بتتعارض مع الوحدة الوطنية، سواء سني ولا شيعي ولا كرداني ولا واتفر. فأنت العراق كان زمان كان فيه دكتاتورية، فكله متوحد تحت وان علم دكتاتوري ولا يستطيع أحد أن ينافس هذا الحاكم. الآن أمريكا جت هندخلك الديمقراطية وجورج بوش وأعوانه يعني قسموا الشرق الأوسط كتير، ودول كثيرة سقطت بالكامل. يعني الحمد لله أن العراق لم تسقط زي ليبيا، أو العراق لم تسقط مثل اليمن مثلا، أو العراق لم تسقط مثل لبنان، أو العراق لم تسقط مثل سوريا. إنما العراقي دائما العراقيين دائما يتميزون عن بقية دول الشرق الأوسط بالكتلة الاقتصادية والكتلة العلمية، إن هم كانوا أقوياء جدا في هذا المجال. كان منتظر إن العراق تكون من أقوى دول الشرق الأوسط لولا أن دخلت الحرب مع إيران وغزت الكويت وبالتالي انتهى العراق. فالآن لابد أنك تنظر إلى المستقبل. العنصر الفعال في العراق هو الشعب العراقي، بس الشعب العراقي ما عندوش ليدرشيب للاسف الشديد. عندك جنسيات مختلفه وتركيبه مختلفه وكل واحد عنده الليدرشيب بتاعه، قياده، يؤمن بالليدرشيب بتاع الاخر، القياده، وده جهل تام. مصير العراق في يد اهلها، وتاكد ان الولايات المتحده الامريكيه واليوكي والناتو سوف يرجعوا الى الوراء اذا وجدوا ان الشعب العراقي كله متكامل وطني واحد، لا يوجد فيه عملاء ولا يوجد فيه ناس for God's sake يعني بيشتغلوا للإنتليجنس إيجنسيز اللي موجودة في واشنطن CIA لأجهزة المخابرات. تمام. بس بكل الأحوال بكل الأحوال أنت اللي ذكرته دكتور، أنت تقول إنه هي تسيطر على كل دول الشرق الأوسط سواء دكتاتورية ديمقراطية ملكية دستورية، بكل الأحوال هي مسيطرة. رجعت تقول إنه إذا تحول العراق إلى بلد دكتاتوري ممكن ينتهي واحد من الخيارات اللي ممكن ينتهي من الهيمنة الأمريكية، ما هي موجودة دول دكتاتورية ومسيطرة عليها، مسيطرين عليها الأمريكان. هذا غير مظبوط. لأن الدكتاتورية في باكستان فشلا ذريعا. على الرغم أن رئيس الوزراء المنتخب في باكستان كان من ضمن الفيفوريت في أمريكا، أمريكا غيرت رأيها ضده وسقط رئيس الوزراء. إنما الحالات الحكومات العسكرية اللي موجودة مثلا في بلد زي مصر مثلا، نديك مثال، قوية
ليه؟ لأنها ربطت علاقة المبدأ اللي هو تعاون وفي في في مشاركة في النفوس، وبالتالي الحكم العسكري الموجود في مصر بيسيطر على مصر. لما شوف النجاح الاقتصادي والنجاح المعماري والنجاح القوي العسكري القوي في مصر. الدكتاتورية ليس معناها أن يكون في شخص واحد سيد العزيز، هي الدكتاتورية لمجموعة أو مجموعة من الجمعيات أو الأفراد الذين أصروا على الوحدة الوطنية لابد تفرض على بقية الناس. ليه؟ لأن العملاء عندك في العراق كثيرين جدا، والعملاء سوف يعطلوا أي تقدم وطني في داخل العراق بأي شكل من الأشكال، في مجال الكنترول، مجال الزراعة، مجال الإدوكيشن، مجال الصحة والهيلث، مجال الومنز، مجال الإلكشنز. ف يعني للأسف الشديد أنا بنظر إليها إن هي محتاجة جيل جديد، جيل بيؤمن بوطنية العراق. تمام، واضح. وليس بالتبعية. واضح 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 من واضح واضح من هذا الكلام اللي ينطلق. اريد اعرف رايك استاذ كامل. يقول لك اذا ما دام اكو عملاء لا راح تقدرون تنجحون في مجال الصحه، ولا تقدرون تنجحون في مجال التعليم، ولا مجال انتخابات ولا غيره. فالبلد يعني بهذه الطريقه واصل الى مرحله محمد انه التنوع موجود في كل الشعوب، وتعدد الاقوام والاعراق ليس مانعا من التقدم والتطور. اذا وصل مستوى النضج الاجتماعي والسياسي الى تحكيم الآليات الدستورية، إذا اتفقنا على أن حينما نختلف نذهب إلى التصويت، نذهب إلى القانون، حينما نختلف نذهب إلى الأكثرية، حينما نختلف نذهب إلى المحكمة الاتحادية. أنا أعتقد العراق يعيش تجربة جديدة، يعيش صحيح من الناحية الواقعية هي حالة لم تتصلب بشكل كامل، هي حالة لا زالت تعيش سوليشن لحد الآن، حالة تشكل. ولكن من الناحية الواقعية إذا أخذنا مؤشرات بيانية على وضع العراق من 2003 إلى 2008، من 2008 إلى 2013، من 2013 إلى 2018، من 2018 إلى 2023، نرى تصاعد واضح جدا في كل المسارات. صحيح. وهذا لا ينكره أحد، لا ينكره عاقل. نعم توجد لدينا مشاكل، توجد لدينا تحديات، توجد لدينا قوى سياسية تؤمن بأن قوتها بوجود قوات التحالف على أراضيها. توجد قوى سياسية وتعبر عن هذا بشكل صريح وفي فضاء من الحرية وفضاء من التصويت المعقول. هذا أنا ما أعتقده هو المشكلة. تصوير السيد آشلي على أن المشكلة هنا، المشكلة تكمن أننا مختلفون، لا أبدا، المشكلة مو إحنا مختلفين، المشكلة أن هنالك عملية تدخل خارجي تستفيد من هذه الخلافات، تضغط بهذه الخلافات، تحول إلى هذه الخلافات إلى نقاط اصطدام، وهذا هو اللي جاي يضر العراق. وإلا إذا اختلفنا ورحنا للتصويت وعملنا بقانون الأكثرية، ما الذي يؤديه الاختلاف؟ قعد البرلمان العراقي وصدر قرار بإخراج القوات الأمريكية. قالت القوات الأمريكية، قالت هذا القرار مو عراقي، قرار مو وطني، هاي مو أكثرية حقيقية، أكو أكراد السنة ما قابلين. إذن الذين يلعبون على الاختلاف الطائفي هم القوات الأمريكية، وإلا العراقيين اختاروا الاختلاف واختاروا التصويت. هذا من الناحية الواقعية يركز أن أمامنا فرصة نمو، فرصة تطور، فرصة ترصين مشروعنا. وقلت لك إذا نقلم مخططات بيانية الآن نجد ارتفاع في عدد المدارس المبنية، عدد الجامعات المبنية، عدد المصانع المفتوحة، عدد الجسور المبنية. إذا وضعنا هذه الخريطة راح تزيد ثقتنا بنفسنا، راح تزيد ثقتنا بشعبنا، راح تزيد ثقتنا بمخرجاتنا السياسية، مع اعترافنا بوجود مشاكل ومشاكل عميقة يحاول الأعداء أن يستفيدون منها لعرقلة نموها. أيضا السيد آشتي قال إنه العراق يفتقد، الشعب العراقي يفتقد إلى القيادة. يعني بس قيادة ترامب كلش خوش قيادة، قيادة حبابة وشريفة ونظيفة وماليا، وهو يصف أمريكا بالمزبلة. هسه القيادات يعني شنو قياداتنا؟ يعني شبيه قياداتنا؟ يعني أكثر زبالة من ترامب يعني مثلا؟ شبيه قياداتنا؟ أريد أفتهم ما عاجبين السيد آشلي. هذا رأيي الشخصي. إحنا عندنا يعني آليات معقولة، توجد قوى سياسية، توجد قوى سياسية ممثلة لمكونات، هذه المكونات موجودة بأرض الواقع وتعبر عن نفسها وانتخاباتها وتأتي لنا بهذا الموجود. هسه هذا الموجود يجوز ما يعجبك، يجوز ما يعجبني، يجوز ما يعجب الأخ مصطفى، ولكن بالنتيجة هو هذا الواقع. الله سبحانه وتعالى أكرمنا ببحر من الكرم، وإحنا نروح نأخذ منه بمقدار ما نستطيع. هاي قدرة، هاي ساعتنا، ما يخالف، ما عندنا عباقرة مثل
يعني العباقرة في التاريخ، ولكن أنا أعتقد التجربة تجربة تستحق الثقة، تستحق الدعم، تستحق يعني الثناء مع كل مشاكل. تمام. هذه العقوبات هي ليست يعني ليست موجهة للحكومة، هاي موجهة يعني الشركة، هاي هي شركة خاصة. نعم. والأشخاص أيضا أشخاص، يعني بس هذول الأشخاص عراقيين، وشفنا ردود أفعال، ردود أفعال إنه يعني كانت رافضة لهذه العقوبات على مستوى البرلمان، على مستوى ما أدري شفت الحكومة ولا. بس عموما كيف ممكن إنه أن تؤثر هذه على الدولة؟ على فكرة الدولة العراقية، أي دولة بالعالم وهي عراقية، الدولة هي كيان إلى نشاطات محددة، وتكمل نشاطاتها القطاع الخاص، الشركات المعروفة العالية. زين. فالشركات لما تبدي، وهي سياسة أمريكا معروفة بالعالم. أمريكا من تبدي تقصقص الأجنحة بهالشكل هذا، شركات مصارف طب تضرب تقعد ما أدري شنو، أمريكا إذا ناوية على اقتصاد ذاك البلد ليس بالنية الإيجابية. زين. هذا الموضوع مين يطلع؟ يطلع في حالة إن الدولة كشفت نفسها أمام الأمريكان. هسا هذا حكي جزء البعض يزعل منه، لكن احنا خايفين على الوضع الداخلي. واحنا شلون قال الاستاذ، احنا هاي الدوله ما نسمح تنهار، دوله مو حكومه. يعني هاي مؤسساتنا، وكم جسر وكم مستشفى بالقوات، وكم مركز شرطه، وكم جامعه مداومه، هاي عما صار ذني ورجعني دوما، احنا دافعين دم من شبابنا الاول ما لاخر. احنا نحافظ على دولتنا، ما نريد نحافظ عليه. حكومات ما تهمني، يعني تهمني الدوله. تمام. حكومات تروح وتجي، فانا شلون احافظ على الدوله؟ انا الان صبي صراحه، أنا مكشوف أمام الأمريكان. هاي الحكومة ما عرفت تغطي نفسها قدام الأمريكان بصراحة. حكومة جيدة عندها خدمات، لكن الأمريكان كاشفين وضعيتها. أضرب لك مثل، أمريكا من شهر 11/2022 جابت لنا ملف، قالت هاي منصة فلترز، فلتر، وأنتوا سووا منصة، إذا عندكم تجارة مع دول ما أريدها روح سووا منصة ويا إيران وسوريا. واضح الموقف. صار لنا سنة ونص كذب على أمريكا، واكو شركه اصلا لرقابه امريكيه قاعد تدقق على احنا ما نحول مباشر كل العراقي. وانا ما اعرف يعني حقيقه هاي يعني شلون، يعني انا امريكا في كل تهمه، تهمه المصارف وتهمه هاي الشركات، تقول انت تهربين اموال لايران وسوريا بها شيء. انا كدوله اذا جاب اللي دافع عن شركات، دافع عن وضعي، اقولها ليش لامريكا؟ خب انا عندي منصه مثل منصه تركيا، تركيا الان ذهب تاخذ بضاعه من ايران، الامارات نفس الحاله، بضاعه احنا شبينا صارتين على امريكا تكفخ بينا. اروح اسوي منصه من شنو خايفين انتو؟ خايفين من منو دفتهم؟ امريكا تتكفخ بينا من الصبح الليل. طب ماكو بعد انتو شو اسمه 20 مصرف وخر، طب 14 مصرف. طب فبالنتيجه استاذ محمد احنا بدنا نعرف نتعامل ويا امريكا، بدنا نكذب عليها، وهذا الموضوع ما يمشي. خلينا نصير اذكياء، خلينا نطلع من خانه، نروح نسوي منصه مع ايران، نغلق الحدود، نروح نتعامل وياها بطريقه ذكيه. احنا لا قد امريكا ولا نريد امريكا تبطش بينا. فبالنتيجة الحكومة الحالية متمثلة بالبنك المركزي وسياستها المالية الدولية مطالبة بالتعامل مع الأمريكان بحذر. هاي نظرية العضلات ويا أمريكا بالفلوس ما تفيد، حساباتنا وفلوسنا ووضعنا كله وين؟ عند أمريكا. ترى هنا لا صناعة لا زراعة لا شيء، فهاي العضلات ما تفيد. طبعا. عندنا كم شركة بالقوات دا يشتغلن وأمريكا بدأت تقصقص بيهن. مطالبين بمنصة مع إيران وسوريا، واضح. مطالبين بإيقاف التهريب، مطالبين بالصدق مع الجانب الأمريكي ونخلص من هذا الموضوع. واضح. شكرا سيد مصطفى حنتوش الخبير الاقتصادي، شكرا للسيد آشلي أنصاري مؤسس الجمعية الأمريكية للشرق الأوسط للشؤون الديمقراطية، شكرا أيضا للسيد كامل الكناني الباحث والإعلامي. أشكركم مشاهدينا الكرام. في أمان الله.